مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه ماري مي. الفيلم بيحكي عن مغنية لاتينية مشهورة جدا اسمها كات فالديز، معروفة بتاريخها الفاشل في الجواز، وحاليا هي مخطوبة لمغني اسمه باستيان، وخططوا انهم يتجوزوا قصاد الجمهور في حفلة من حفلات كات. وبعد ما غنوا مع بعض أغنية بعنوان تتجوزيني أصبحت قصتهم رقم واحد في العالم، والكل منتظر جواز نجومهم المفضلين. وفي مكان تاني بنشوف تشارلي جيلبرت عايش لوحده مع بنته لو بعد ما طلق مراته، وبيشتغل مدرس حساب في مدرسة ابتدائية وهي نفس مدرسة لو، وهناك بيتصاحب على مدرسة اسمها باركر ديبس، وهما بيراقبوا لو بيعترف لها انه قلقان بخصوص لو لانها بدأت تنضج ويمكن تحتاج رعاية خاصة هو ما يقدرش يقدمها. وبنروح لكات وهي بتكلم حبيبها باستيان متحمسين جدا عشان ميعاد جوازهم قرب، وكانوا مستنيين اليوم ده من زمان. وفي بيت تشارلي قبل النوم بيقعد مع لو يفتكر ذكريات جميلة ليها وهي طفلة قبل ما يطلق مامتها، لكنها ما كانتش مهتمة عشان مش فاكرة حاجة منها. وتاني يوم بنشوف كات فرحانة متحمسة بخصوص حفلة ليها، وبنعرف ان دي الحفلة اللي هتتجوز فيها باستيان. وفي المدرسة بتدعو باركر تشارلي يروح معاها حفلة كات فالديز، وبتقول له انها هتتجوز حبيبها في الحفلة دي. بيوافق لكن بشرط ان لو تروح معاه، وفعلا باركر وتشارلي ولو بيروحوا الحفلة. وبعد ما بتقدم كات الأغاني الافتتاحية بتستعد لفرحها وبتلبس الفستان، ولكن وقتها بيكتشف كولين مدير أعمالها فضيحة خيانة باستيان ليها اللي انتشرت في كل الأخبار، فجري على كات وراها الفيديو، واتصدمت الأخيرة من خيانة باستيان وكانت منهارة، لكن ما قدرتش تلغي الاستعدادات للجواز لأنها بالفعل كانت مرتبة لكل حاجة. وبرغم كل إحباطها وخيبة أمالها طلعت على المسرح وقالت انها عارفة انها مفروض تتجوز دلوقتي باستيان، والجمهور بيتفرج عليها منتظرين رد فعلها بعد ما اكتشفوا خيانته. وصل باستيان بكل ثقة فاكر انها هتقبل تتجوزه بعد ما عرفت خيانته. طلبت كات يوقفوا الموسيقى، وساعتها شافت تشارلي شايل يافطة باركر وعليها عنوان اغنيتها تتجوزيني. مش عارفة تتصرف ازاي فأعلنت قدامهم كلهم انها هتتجوز تشارلي، وبرغم توتره وجنون الموقف الا انه طلع على المسرح ووافق يجاري تصرفها ووافق انه يتجوزها. بعد الحفلة راح باستيان وصاحبته الكات عشان يعتذروا لها ويوضحوا الموقف، لكنها مش قادرة تتحمل وجودهم من كتر حزنها، ولما تشارلي لاحظ وقف ما بينهم وبعد باستيان عنها. ولما مشيوا قعدوا ساكتين ومتوترين من الموقف كله. اعتذر لها تشارلي وهو بيتكلم بلطف انه اتدخل ما بينها وبين خطيبها ومنعه من الكلام معها، اما كات بتعتذر له بدورها على الاحراج اللي سببته له وانها اختارته بعشوائيه من وسط كل الناس واتجوزته. وصلوا البيت كات ونزلت من العربيه بقلب مكسور، وعرف تشارلي انه دلوقتي بقى مشهور جدا من بعد جوازه من المغنيه الشهيره. وفي الوقت ده اتقلبت كل السوشيال ميديا ضد كات، شاكين في صحتها العقليه بعد ما اتجوزت شخص ما تعرفهوش. وتاني يوم راح لها كولين بيعرفها انها لازم ترد على كل الاشاعات وكلام الناس بخصوص جوازها من تشارلي، لكنها قررت تفضل متجوزاه على الاقل كام شهر كمان عشان تقلب الموضوع لصالحها ووضعها يتحسن. فراح كولين لتشارلي وعرض عليه انه يقبل استمرار جوازه من كات لمدة معينة مقابل مبلغ كبير، ولما باركر سمعت كلامه قالت له ان تشارلي مش هيقبل الفلوس لكن هيتبرع بيها لجمعيات خيرية. وبعد إلحاح كولين وباركر والضغط ده كله وافق انه يستمر في اللعبة السرية دي عشان ما يصيرش اي مشاكل في حياتهم. تاني يوم بيروح يقابل كات، وهناك بيطلبوا منه يظهر معاها قدام الناس عشان يوضحوا الموقف ويسيطروا عليه. وبرغم توتره بسبب الكاميرات اللي بتصوره في كل حتة والناس الكتير اللي حوالين كات، الا انه بيحاول على قد ما يقدر يفضل مركز عشان مصلحتها. وفي المؤتمر الصحفي اتفاجئت كات من تشارلي لما اتكلم بكل طلاقة وجاوب على كل اسئلتهم بلطافة ووضح علاقتهم ببعض، والحقيقة انه كان مرتاح في وجودها. اتبسطوا من ادائه جدا قدام الصحفيين وطلبوا منهم يبعدوا عن تشارلي وما يضايقوهوش تاني بخصوص علاقتهم. وفي النهاية رجعت كات لشغلها وتشارلي لشغله، وبترجع كات تشوف اخبار باستيان وتراقب صفحاته، ومن الواضح انها لسه بتحبه. اما لو بتسأل تشارلي عن كات واذا كانت هتبقى مامتها الجديدة لانها ساعتها هتكون مبسوطة جدا معاها، لكن تشارلي مش عاوز يدي لبنته امال مزيفة فبيصارحها وبيقول لها انهم هيفضلوا متجوزين كام شهر عشان الشكليات مش اكتر، وعشان يأكدوا علاقتهم قدام الناس بيخرج معاها ويعلمها ازاي تلعب بولينج، ومئات الالاف بيتفرجوا عليهم مبسوطين. ولما بيخلصوا بيستعد تشارلي عشان يرجع بيته، لكن كات بتصمم تروح معاه عشان تشوف المكان اللي عايش فيه. وافق تشارلي لكن بشرط ما تجيش معاه عشان تظهر في بيته على السوشيال ميديا،
وافقت كات وطلبت من المصور يخرج، وهم لوحدهم في البيت بدأوا يتعرفوا على بعض أكتر. حكى لها أنه اتجوز مرة واحدة وطلق، أما هي اتجوزت 4 مرات وتشارلي هو الزوج الرابع. وبرغم كل المشاكل اللي حصلت الفترة الأخيرة في حياة كات، إلا أنها استمرت في شغلها بشغف وجهد أكبر، ما استسلمتش ولا ضعفت وفضلت تعمل اللي بتحبه. واستمرت تشارلي في مساندتها في كل مكان وأي وقت بتحتاجه فيه، وكان مخلص ليها. وبرغم انشغالها طول الوقت، إلا أنها كانت دايما بتلاقي وقت تكلم تشارلي. ومع الوقت قربوا من بعض أكتر، وبقوا يتقابلوا ويتكلموا كتير خلال اللقاءات التلفزيونية، وكمان بعيد عن الكاميرات وشغلها. حست كات انها مهتمة بتشارلي وعاوزة تقرب منه أكتر، وكمان تشارلي وقع في حبها، لكنه أدرك انه ولا حاجة مقارنة بيها وباستيان. رجع تشارلي للمدرسة، وفي يوم وهو بيدرس فجأته كات في الفصل، وكل الطلبة كانوا مبهورين بوجود المغنية الشهيرة، لعبت معاهم وعلمتهم رقصتها، وكل اللي بيحصل كان بيتذاع على صفحاتها الخاصة. وفي الليل سألتها لو إذا كانت بتحب أبوها، وقبل ما ترد عليها دخل تشارلي فقدمت لها شنطة غالية هدية فرحت بيها جدا. ولما قعدوا مع بعض دعاها تحضر حفل راقص تبع المدرسة معاه، وقبلت الدعوة. ويوم الحفلة راحوا مع بعض، والكل كان مبسوط من وجودها واحتفلوا بيها، وحبت كات الأجواء دي جدا واستمتعت بوقتها مع تشارلي. بعدها طلعت على المسرح وغنت أغنية بتعبر عن مشاعرها السعيدة في الوقت ده، وكلهم كانوا بيغنوا معاها. ولما الحفلة خلصت شكرها تشارلي على وجودها وغناها اللي أبدعت فيه، رفضت ترجع لبيتها وراحت معاه لبيته، وهناك رقصوا مع بعض ودخلوا في علاقة لأول مرة كزوج وزوجة. ومن وقتها قضت كات أسابيع في بيت تشارلي مستمتعين بعلاقة رومانسية حقيقية. قدمت له هدية جميلة جدا وأخدته للملاهي اللي أجرتها مخصوص ليهم، وجهز تشارلي الطلبة بتوعه لعرض ترفيهي بمساعدة كات وتشجيعها للطلبة، وعلمت له إزاي تتغلب على خوفها من المسرح من خلال الرقص والموسيقى عشان تبعد عن أي توتر وقلق. وفي يوم أثناء تدريبها بيدخل باستيان بشكل مفاجئ وبيبلغها إن أغنيتهم اترشحت لجائزة جرامي، وده كان أول ترشح لكات وجائزة مهمة جدا بالنسبة لهم. ساعتها فرحوا جدا، ولكن تشارلي كان قلقان إنهم هيضطروا يتقابلوا كتير، وخاف إنها ترجع لباستيان تاني، وهو ده اللي باستيان قاله بالظبط إنه عاوز يرجع لها. فقال كولين إنه جاهز لكل حاجة، خاصة إن تشارلي كان بعيد عن السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت والناس نسيته خلاص، فخرجوا يتكلموا. وأكدت له إن علاقتها بباستيان انتهت بالفعل، لكنه مش متأكد إنه مناسب للعالم بتاعها زي باستيان، وإن جوازهم ما كانش حقيقي لكن مجرد لعبة عملوها، فمش يسبها. وفي ليلة أهم جايزة غنائية في العالم اتفرج عليهم تشارلي بيغنوا مع بعض بكيمياء مترابطة ما بينهم، حس بالغيرة واتضايق لكن ما قدرش يعمل حاجة، ولسه شايف إنه بعيد تماما عنها. فرح لها بعد الاحتفال وكانت مبسوطة جدا لما شافته، لكن لما باستيان نده لها عشان يصوروا مقابلة اضطرت تسيبه. ولما شافهم مع بعض فخورين بنجاحهم ما قدرش يستحمل من الغيرة فمشي. أما كات اللي ما كانتش قادرة تحسم مشاعرها كتبت أغنية بعنوان في طريقي، واللي انتشرت ونجحت أكتر من أغنيتها مع باستيان. ومع الوقت ما بقتش تقابل تشارلي غير نادرا، وظهرت إشاعات على السوشيال ميديا بخصوص رجوع علاقتها بباستيان عشان دايما بيظهروا مع بعض. وقبل ظهورها في برنامج بوقت قصير افتكرت إن ده يوم العرض اللي جهزته مع تشارلي ولو ووعدتهم إنها تحضر. وفي البرنامج أكدت كات حقيقة علاقتها بباستيان، إنهم ما رجعوش لبعض ومش هيرجعوا، وإن أغنيتها الجديدة ما كتبتهاش لباستيان لكن لتشارلي. وبعد ما وضحت كل حاجة جريت على المطار عشان تروح لهم وتدعمهم، وبرغم إنها ما لقتش تذاكر في الدرجة الخاصة وافقت تركب مع الناس في الدرجة الاقتصادية، وعزمتهم كلهم على أكل عشان كانوا لطاف جدا معاها. وبمساعدة باركر قدرت توصل للحفل في الوقت المناسب. كانت لو بتحاول تتغلب على خوفها بالرقصة اللي كانت علمتها لها، ولكن للأسف فريق تشارلي بيخسر، وعيطت لو حاسة بالذنب فحضنها تشارلي وشجعها. وساعتها راحت لهم كات وشجعت لو أكتر، رفعت يافطة لتشارلي طالبة منه يتجوزها تاني، وفعلا بيقبل تشارلي. فرحت لو جدا، وأخيرا بقوا هما التلاتة عيلة واحدة حقيقية. فكرة الفيلم هي إننا نقدر نلاقي الحب الحقيقي في أي مكان، حتى لو في مكان مختلف عننا تماما، والأكيد أن الحب الحقيقي ما بيكونش مبني على الثروة أو المكانة لكن على الإخلاص. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة.